بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أعزائي، أنا كوكا أوكا، أهلا بيكم، نورتونا في القناة. يا ريت ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان نستمر. هعمل مربى تفاح، مش هستخدم سكر خالص وهستخدم مواد طبيعية كلها. فهحتاج عشان أعمل المربى 1/2 كيلو تفاح مقطعاه، وضفت 2 موزتين أهما بدل السكر بديل السكر. وهحتاج انا معايا 2 معلقة عسل دواء للتحلية، حطيناهم على نار واطية خالص في البداية، ومعايا 2 ليمونتين معصورين متصفيين. الموزة التالتة دي لو لقينا عايزينها مسكرة زيادة نضيفها، لو اوكي بلاش. وهحتاج 2 ممسوحة كبيرة جيلاتين هتضاف في الاخر خالص. انا موطية النار ومستمرة في التقليب لحد ما تستوي، وهي بتنزل مية زي ما حضراتكم شايفين كده، هتستوي في قلب المية دي. شايفين بدأ التفاح يتهري، ما زالت المية النار واطية وانا مستمرة في التقليب لحد ما يتهري خالص. هنا ضفت الليمون الضاف، واخر حاجة ضفتها 2 معلقة الجيلاتين، وهفضل لغاية ما تستوي خالص. عشان اللون بقى، وحطيت بودرة زعفران رشة صغيرة خالص، ومعلقة فانيليا عشان الريحة. وفي النهاية بعد ما استوت ضربتها بالهاند بلندر، وبقى حصلت على مربى قوامها جميل وريحتها وطعمها وغير كده صحية. قبل ما نحفظها في اي بطرمان بنغلي مية معاها خل، والبطرمان مش هيكسر ولا حاجة، 10 دقايق كده يغلي وبعدين هنحفظها فيه. واشوفكم بخير، كده الفيديو انتهى. نقدر نعمل اي نوع فواكه بالمنظر ده ويبقى امن لمرضى السكر وللرجيم وللحفاظ على الوزن والصحة. اشوفكم بخير دايما، والى لقاء اعزائي.